ورجعنا لكم تاني بعد الاستراحه. وصلنا للفقره الطبيه، طبعا فقره الصحه والرشاقه واللي بنتعرف من خلالها على اسرار الجسم الصحي. فقرتنا النهارده مش هتكون عن موضوع بعينه، لكن ان شاء الله هتكون عن جزء من انجازات شركه اون تارجت فارما. ومنورني النهارده في الاستوديو دكتور نهال حافظ، خبيرة التغذية العلاجية وصاحبة مبادرة أطفال بلا سمنة وغيرها من المبادرات اللي حققت نجاح كبير جدا. النهاردة بقى هنعرض مجموعة من الصور من ضمن إنجازات أون تارجت فارما، وهنطلب من حضراتكم تعقبوا على كل صورة منها. أهلا بيكي يا حبيبة قلبي، منوراني. منورة المين النهاردة، تحفة طعمية بقى احنا خدنا راحتنا على الآخر عايزة تقول لنا كده صح؟ احنا طبعا النهاردة عندنا مفاجآت جميلة، وهي فكرة إنجازات أون تارجت فارما. أنا قلت بقى مرة طلعت بالتوابل، ومرة بالمربى، ومرة اتكلمنا يعني عن ازاي نحول من اكل من حاجه مش صحيه لحاجه صحيه بالبدائل، صح؟ في بدائل، صح. النهارده بقى قلنا نوري الناس شويه انجازات من شركه اون تارجت فارما، من حقهم برضه يشوفوا الحقيقه طبعا، كل حاجه براحتكم لازم لكن عايزين نشوف فعلا بقى ده حقيقي. طيب احنا يعني هتبدأي بقى تكلمينا كده عن الانجازات الجميله دي بقى كده في عجاله يا دكتور. الاول ادينا كده هنت عنها. تمام. قبل ما اقول انجازات او قبل ما نعرض صور ناس ونقول حالاتهم، انا حابه اقول حاجه بس صغيره، ان احنا فكره ان انا هخس كام كيلو في الاسبوع دي احنا بنقول رقم تقريبي. انا ما اقدرش اقول لكل واحد انت هتخس 5 كيلو، انت هتخس 4 كيلو في الاسبوع، هتخس 6 كيلو، انت هتخس 2 كيلو. انا بقول لكم رقم تقريبي من كيلو ونص 3 كيلو في الاسبوع، بحيث ان انا بقرب للحقيقه، ان انا بقرب لك الرقم اللي ممكن توصلي له. تختلف بقى من حسب معدل الحرق، للمجهود اليومي، لمدى التزامك بالنظام الغذائي مع كورس الأنسيليوم. فاحنا بنقول كل واحد على حسب حالته، بس بنقول حاجه تقريبيه من كيلو ونص ل 3 كيلو، بحيث ان احنا يعني بنقول حاجه اقرب للحقيقه. حاجه ثانيه ان احنا في ناس كتير جدا تقول لي ايه، احنا بننزل على الميزان قليل قوي، انما مقاساتنا متغيره من اكس لارج او 3 اكس لارج لميديوم. يا جماعه مقاسات يعني دهون، ميزان يعني دهون وميه وكتله عضليه. فاحنا في اون تارجت فارما هدفنا ان احنا ننزل دهون، يعني ننزل مقاسات اكتر من ميزان. انا بحب ان انا احافظ لك على الكتله العضليه، عشان الكتله العضليه هي موتور الحرق، هي اللي بتخلي الحرق بتاعك مظبوط. وعشان كده في ناس كتير جدا يا شيف عظيمه بعد ما بيخسوا مش معانا، يعني بيخسوا مثلا على منتجات بره اخرى مثلا، تقول لك احنا نزلنا كتير قوي وبعد كده رجعنا اضعاف مضاعفه. مش بس كده، احنا الحرق بتاعنا بقى ضعيف. نفتكر ليه؟ لان انت لما نزلتي بنظام غذائي غلط، فنزلتي على الميزان كتير جدا، فده معناه ان انت فقدتي، عشان هي قايسه على الميزان مش قايسه على الصح. على الصح لازم نفرق بقى هنا بين الميزان وبين الدهون. والدهون هي فقدت كتله عضليه كتير جدا، فالكتله العضليه هي موتور الحرق، فانت فعلا الحرق بتاعك ما بقاش زي الاول. عشان كده دي اسباب مهمه جدا يا دكتور. على فكره في ناس فعلا مش عارفاها، وفي ناس بتثبت ومتبقاش عارفه هي ثبتت ليه برضو، يعني مش بس حرقها ضعف، لا هي كمان هو البلاتو لازم يبقى في مرحله من مراحل النزول يبقى يحصل فيها بلاتو. بس احنا بنحاول ان احنا بدل ما البلاتو يبقى شهر وثلاث اسابيع زي ما انا بسمع ارقام رهيبه، لا انا اقصى حاجه اسبوع. الاسبوع ده بنعمل فيه نظام كسر ثبات الوزن، وبندي منتج زي السلاك بيكسر معانا ثبات الوزن. تمام. في ماده الإلكرنتين، في ماده الكافيين، في ماده الكروميوم. فاحنا بنديكي منتج السلاك عشان يكسر ثبات الوزن مع نظام تثبيت الوزن في الاسبوع بتاع بلاتو او ثبات الوزن. طب حلو ده. احنا طبعا هنبدا نعرض دلوقتي الصور بالتتابع كده، وحضرتك هتكلمي عن كل صوره باستفاضه وتقولي لنا بدات ازاي واخدت ايه، يعني عرفينا التفاصيل عشان كل اصدقائنا اللي بيتابعونا. احنا معاكم يا شباب، هتعرضوا لنا اول صوره. جان. جان بقى جان خالص. هو فعلا اسمه جان، وهو بقى اسم على مسمى. حاليا فعلا جان من حياة ال 123 كيلو وبقى 90 كيلو. جان كمان من الناس اللي كان عاوز يخس، انه مش عارف، يعني في شغله حاسس ان هو مش عارف يتحرك، في كسل عنده غير طبيعي، مش قادر، بياخد نفسه بالعافيه، حركته بطيئه. اكيد ده بيضايقه، حركته بطيئه، حاسس ان هو مش سنه، وحاسس ان هو مش قادر يعمل حاجه. وده يمكن ناس كتير جدا دلوقتي بره مصر في الدول المتقدمه بقوا لما بيجي يعملوا انترفيو لحد او بيجي بقدم على شغل، اول حاجه بيبصوا على المظهر او الشكل او الجسم الخارجي طبعا، بحيث ان انا لو لقيت ان انا عندي اوفر ويت او عندي سمنه او وزن زايد، مش بيرضوا ياخدوني عشان التامين. ما انا كل ما وزني يكون زايد كل ما اكون معرضه لامراض فهم بيفكروا ايه ده التامين ده ممكن بقى يكون لا قدر الله في سكر في ضغط ممكن يعني يبقى عندها مشاكل صحيه كتير فدايما بيفضلوا ان هم ياخدوا حد شكله او جسمه متناسق بحيث ان التامين ما يكلفهمش كتير فاحنا يا ريت تبقى ثقافتنا كده ان احنا بنخس كمان عشان صحتنا طبعا جان انا بتبسط جدا لما بيكون راجل لان الرجاله ان انت تقنعيهم ان هم يتابعوا معاكي اونلاين وان هم يمشوا على نظام غذائي مع الكورس يعني ويسمعوا الكلام الموضوع بيبقى صعب الستات بتبقى برضو عارفه مريحه كده في الكلام مرنه طبعا في الكلام طبعا فالرجاله من الشخصيات اللي ممكن يبقى معدل حرقها حلو قوي بس للاسف ما عندوش استعداد متكاسل نفسي صح فجان من الشخصيات المميزه اللي حصلت يعني معانا ما شاء الله معانا مريم من الحالات 125 كيلو بقت 55 كيلو دي من الانجازات اللي في اون تارجت فارما اللي ده اكتر من النص يا دكتور ده واحده ثانيه هي بقت واحده ثانيه مريم من الحالات اللي كان عندها شهيه للاكل عاليه جدا بتحب الاكل جدا اتعرضت للتنمر كمان من يعني بقى انت عارفه الحموات الحموات والعيلات عامله حموات الفاتنات يا دكتور مش عايزين نزعلهم بس فهي كانت نفسيا ما كانتش احسن حاجه كانت من الناس اللي غصب عنها معدتها بقت كبيره قوي مش قادره تعمل كنترول على الاكل كانت محتاجه تاخد كورس زي الأنسيليوم مكثف عشان يقدر ان هو يسيطر على الشهيه ويعمل كنترول على الكميات وقدرت يا دكتور برغم الشهيه اللي حبيبتي كانت عندها عارفه الناس اللي بتقول لك انا زعلان باكل فرحان باكل بحب الاكل بحب السكريات بحب النشويات بحب الوجبات السريعه بحب اي حاجه بتتخن في ناس هي مريم من الناس دي بتحب اي حاجه يعني تتخن يعني بتحب اي حاجه تاكلها اللي هي الحاجات اللي كلها اللي بتتخن فمريم من الشخصيات المميزه اللي وصلت لرقم انا بالنسبه لي مميز جدا طبعا ناس كتير قوي بتنزل في الوزن بس ان هي توصل للمثالي اللي هو الفاتس بتاعتها قليله جدا او نسبه الدهون عندها قليله جدا او المعدل اللي هو تحت النورمال او تحت الطبيعي دي بتبقى شخصيات قليله يمكن عشان كده انا بحب الشخصيه اللي بيبقى عندها تارجت وهدف زي مريم من 125 كيلو ل 55 كيلو بني ادم تاني طلعت من يعني هي كمان مش بس كانت بتتعرض لتنمر من بس حماتها. احنا لازم نشكر حماتها لان هي عايزاها تبقى كويسه او هي شايفه منظور اخر فهي حابه يمكن البوشنج اللي عملتها دي هي اللي خلتها عندها اراده قويه كده عندها اراده وانا مبسوطه بيها وبقت بني ادمه ثانيه ونفسي كل ستات مصر يبقى عندهم نفس الاراده نفس الاراده عشان انت من غير تنمر يا جماعه انت نفسك اهم حاجه صح كلامك يا دكتور والله طبعا دي حاجه هايله ما شاء الله الحاجه نجيبه دي بقى عسل دي بقى اللي كسرت قاعده ان ايه ان السن ده مش عائق 56 سنه ما شاء الله الحاجه نجيبه كانت 136 كيلو وصلت ل 56 ما شاء الله كيلو ما شاء الله دي كسرت القاعده ما حدش يقول لي السن مش عائق السن مش بيعرقل ان احنا ننزل في الوزن السن ملوش علاقه بمعدل الحرق اللي بيحافظ عليه ان انا ابقى ماشي على نظام غذائي متزن يبقى فيه بروتين يبقى فيه نشويات قليله يبقى فيه خضار كتير يبقى فيه طبق السلطه طبعا مع كورس الأنسيليوم الحاجه نجيبه من الناس اللي احنا مشيناها على كورس الأنسيليوم العادي مش المكثف لان كان طبعا عندها امراض مزمنه وكان عندها مشاكل في الغضروف قعدت سنه كامله ما بتتحركش لدرجه ان هي مره طلعت معايا في لقاء وقالت ان هي كمان كانت مره راحت مستشفى القصر العيني انا مش هنسى الموقف ده يمكن الموقف ده من اكتر المواقف اللي هزتني في حياتي جدا ان هي بتقولي كانوا بيشدوني بالملايه لان هي مش قادره تتحرك وكانت بتحب الاكل جدا بتقولي انا كنت طبق الكشري ولا صينيه البسبوسه كنت اقعد عليها افرتكها فان هي توصل معانا 56 سنه من 136 توصل ل 56 كيلو ده بالنسبه لي انجاز وبقى احسن صحتها فرقت معاها بقى في العلاج والحاجات اللي بتاخدها بقى يا دكتور بص يا دكتور انا بقيت ابص للاكل ما بقتش طايقاه بقيت اشوف طبق البسبوسه كده اكل قد كف الايد حلو قوي فهو الأنسيليوم انا بشكر طبعا الأنسيليوم وبشكر طبعا قبل ما اشكر منتج الأنسيليوم او كورس الأنسيليوم طبعا بشكر فضل ربنا ان هو خلانا في حياه الناس دي عشان نساعدهم يوصلوا لهدفهم سواء راجل او ست او ام او اب او طفل كمان مش عارف يعيش سنه مش قادره تشتغل مش قادره تتخطب بتتعرض للتنمر، حتى ما فيش تنمر ممكن يبقى عندها هي امراض نفسها مزمنة. احساسها كمان النفسي ممكن ياثر عليها، تقدر تخدم عيالها وتقدر تتحرك وتطلع السلم. ده احساس جميل انك تحققيه لحد او تحققي حلم حد هو نفسه فيه، دي حاجه جميله. طب احنا معانا حاجات تانية ولا لا؟ قولوا لي يا بنات. دي نجفه، دي مكسره الشاشات والسوشيال ميديا، ده هي متصوره كمان، نجفه متصوره بنفس العبايه عشان تورينا. اول حاجه نجفه مش فكره عبايه بس، هتلاقي نجفه وهي 115 لما نزلت 91 هتلاقي وشها وهي 91 كيلو منور، منور، تحسي ان بتقولي انا جوزي ما كانش بينزل يشتري لي حاجه من ساعه ما خسيت، وهي على فكره من الصعيد وعملت معايا حلقه قبل كده ما شاء الله. تحيه طبعا لكل اهل الصعيد. وجوزها بتقولي انا بعد ما خسيت جوزي بقى ينزل يشتري لبس، انا ما كانش يعني فارق، يعني ايتي كانت نفسيتي كانش عنده نفس. وبعدين حس ان هي عملت حاجه حلوه فحسسته احساس حلو برضه. حسيته احساس حلو، احساس بقى عارفه لما تكون حد مش مهتم بيكي وفجاه بقى يهتم بيكي وينزل يشتري لك حاجات تحس ان انت انثى. فهو انا بحبها جدا ومبسوطه ان هي وصلت لكده، وان شاء الله تطلع معانا حلقه كمان ان شاء الله باذن الله. هي عملت معايا قبل كده لقاء، من الناس المميزه. وكمان المميز ان احنا اللي احنا في ثقافتنا، يعني الستات في الصعيد بقى عندهم ثقافه ووعي بالاكل الصحي طبعا، والكورسات الامنه والكورسات الغير امنه، وازاي اخس وازاي اكل صحي، وان هي تحافظ على وزنها تطلع كويس طبعا وتحافظ على صحتها. فانا مبسوطه ان احنا وصلنا للهدف ده والتارجت ده، ومبسوطه كمان ان احنا وصلنا لكل بيت في مصر، من اول اسكندريه لسوهاج لاسوان للمنيا لشرم الشيخ، الغردقه، للقاهره، للجيزه، للمنصوره. انا مبسوطه ان الكورس الأنسيليوم قدر ان هو يوصل لكل بيت في مصر، وقدر ان هو يبقى ليه بصمه في ان انت تحقق هدف حد، تحقق حلم حد، تساعده في تحقيق الحلم ده. يا جماعه انجاز. رضوى دي بقى حكايتها حكايه، كانت 88 كيلو وخطيبها سابها لانه كان شايف ان مامته مهتميه بنفسها وهي لا. رضوى بقت دلوقتي 50 كيلو وبقت موديل، تمام، بقت تشتغل موديل. طبعا سابت خطيبها، نسيته اصلا تقريبا لانه كان هو محطه في حياتها، خلاها احساسها ان هو سابها عشان الوزن، خلاها توصل لوزن مثالي لدرجه ان هم بقى يستخدموها دلوقتي ان هي بتبقى موديل في الاعلانات. فحققت، انا بقول لها انت كسبتي نفسك، كسبتي نجاحك، كسبتي شغلك، كسبتي صحتك، تمام. ما تزعليش على حاجه فاتت، انت دلوقتي احسن من اي وقت فات. هو جالها بس عشان السبب ده على فكره، ده حقيقي. يعني هو اتواجد في الفتره دي عشان السبب، عشان تخس بس. طب معانا حاله كمان عايزين نشوف يا اولاد. لا انا يعني بقيت عايزه الله، دي طفله. ده مهم قوي، مهم قوي موضوع الاطفال ده. الاطفال جنى من 77 ل 65 وخست على فكره عن كده كتير جدا، بما انها طفله حبيبتي وفرحانه نمو، برده بيبقى صعب ان انت تتحكمي برده في شهيه الاطفال دي. الاطفال اكتر بقى حالات بيأثروا فيا. الطفل ما تقدريش تقولي له لا ما تعمل دايت، امشي على نظام غذائي طبعا. فاحنا بنعمل ايه؟ احنا بنديله كورس زي الأنسيليوم العادي، منه ان هو يحسسه بالشبع، طعمه حلو جدا، طعم الاناناس فيه سكرالوز يعني مسكر، فهو بيرضي رغبتهم ان هم ياخدوا حاجات مسكره كويس. وفي نفس الوقت لما بياخدوه قبل الوجبه الرئيسيه بتاعتهم بنص ساعه او ساعه بالكتير، بنحط لهم الاكل بتاعهم عادي، بتلاقيهم وكلوا النص، لان الأنسيليوم هيقفل نص المعده بتاعته وهيخلي النص التاني، فهو هياكل كميات على قده، هياكل اللي هو نفسه فيه، مش هيحس ان هو محروم، مش هيحس ان هو مجبور على حاجه. وفي نفس الوقت رضيتي الطفل ان هو ياكل اللي هو عاوزه، ما اتحرمش. ما اتحرمش، وكمان شلتي عن الام عبء كبير جدا. شلتي عن الام انها تقدر تعمله بقى نظام وكل ده، وما تاكلش ده، بياكل وتسحب الاكل منه، او تقول له انا لازم اعمل لك ده صحي وده مش صحي وتبر بقى. فهو طبعا انا شلت من الام عبء كبير، اديته حاجه يملى المعده، حاجه امنه، حاجه مسكره شبه عصير الاناناس. الاطفال والامراض المزمنه من الناس اللي بتاخد كورسات الانسيليوم حبايبي. في اطفال كمان عندهم سكر بالدرجه الاولى يا دكتور، برضه بيتعالجوا يعني اقصد بينفع معاهم برضه كورس الانسيليوم؟ كورس الانسيليوم العادي ينفع مع الامراض المزمنه ومع الاطفال عادي، امن ما فيهوش اي مشاكل صحيه. يمكن ده اللي احنا مميزنا في اون تارجت فارما، دايما في ناس تقول لك انا عندي ضغط ينفعني، انا عندي سكر، طب انا عندي ابني، طب امن. احنا الميزه اللي عندنا اللي مش موجوده في اي مكان تاني حاجتين. اول حاجه ان احنا عندنا كورسات متعدده، في كورس ينفع للامراض المزمنه وللاطفال، وده مهم جدا لان الاطفال والامراض المزمنه واخدين شريحه من المجتمع كبيره قوي. صحيح، تمام، صحيح. رقم 2 عندنا بقى كورس عادي للناس بقى اللي عندها ثبات في الوزن، للناس اللي عندها شهيه عاليه، للناس الاوفر ويت، للناس اللي جربت منتجات تخسيس وفشلت. فاحنا عندنا انواع كورسات مختلفه، ده رقم 1. رقم 2 ان احنا دايما السلوجن بتاعتنا ان احنا مش دايت لفتره مؤقته، احنا اسلوب حياه صحي. احنا بنعودك تحولي اسلوب حياتك من اسلوب ممكن يبقى فيه شويه حاجات محتاجه تتغير لاسلوب حياه صحي تعيشي بيه بقيه حياتك. حلو. فعشان كده احنا دايما ما بنقولش في حاجه ممنوعه. المحشي بقى والحمام والملوخيه والطعميه، كل الحاجات ليها عندنا بدائل صحيه او نتعمل بسعرات اقل. يعني هتعملي الحاجات دي بسعرات اقل مع كورس الانسيليوم اللي هيصغر حجم معدتك، هتوصلي للوزن اللي انت عاوزاه، وفي نفس الوقت في الفتره اللي احنا ماشيين فيها مع بعض انا بعودك على تحويل الحاجات الغلط لحاجات صحيحه تبقى اسلوب حياتي، اسلوب حياه. فده بعودك عليه، فانت ما بترجعيش في الوزن تاني، وهو ده المهم. النزول سهل، بس ان انا انزل صحي رقم 1 ده اللي صعب. رقم 2 ان انا كمان انزل وما ارجعش في الوزن تاني. الحاجتين دول اهم من النزول في حد ذاته، نزول صحي وان انا ما ارجعش في الوزن تاني. معانا بقى صوره محمد بقى دلوقتي في الجيم بقى، و6 باك، وده صغير برضه يعني 16 مثلا، كان عنده 15 سنه 15. ومحمد من الناس اللي طبعا يعني كانت خايفه ان هي تاخد اي كورسات تخسيس، بشكل انسان تاني. ما شاء الله 30 كيلو برضه مش قليل، ما شاء الله. يعني كان عنده كمان مشكله انيميا. انا عاوزه اتكلم على موضوع الانيميا. الانيميا دي يا جماعه من الحاجات اللي بتعرقل الحرق او بتاثر على الحرق. لان الانيميا يعني ايه؟ انيميا يعني نقص حديد. يعني ايه برضه؟ انيميا يعني الاكسجين ما بيوصلش لجميع اجهزه الجسم. فالاكسجين ما بيوصلش للميتوكوندرا او الخلايا اللي بيحصل فيها حرق للدهون. فانا انيميا يعني انا الاكسجين مش هيوصل للخليه او الميتوكوندرا اللي بيحصل فيها حرق الدهون. فانا اذا الحرق عندي فيه مشكله، فانا باخد له كبسولات حديد، ده رقم 1 على حسب النسبه بتاعتي. تاني حاجه لازم يبقى ماشي على نظام غذائي فيه حاجات فيها حديد. تالت حاجه لازم ياخد كورس امن، كورس يبقى فيه الياف، كورس يبقى فيه قيم غذائيه ومدعم بقى بفيتامينز. طبعا عشان هو عنده مشكله صحيه. محمد من الناس اللي كان عنده 15 سنه وكان قلقان وكان خايف، ويعني اللي خلاه يقتنع ان هو شاف واحد صاحبه خاسس معانا، فراح كلمنا وبدا معانا رحله شاف تجربه حقيقيه يعني. ادينا له طبعا كورس الانسيليوم العادي مش المكثف، لانه كان اول مره يستخدم اصلا اي حاجه تخسيس. وصل ما شاء الله خس 30 كيلو في 4 شهور، ودلوقتي محمد اصلا ما شاء الله دلوقتي ما شاء الله جميل. والجيم يعني حول حياته لحاجه صحيه 360 درجه. هايل والله. انا ممكن تقول لنا بقى طرق التواصل بعد اذنك يا دكتور، عشان اللي حابب يتواصل مع اون تارجت فارما؟ اوكي، طرق التواصل من خلال صفحه اون تارجت فارما على الفيسبوك. ايوه. من خلال صفحه نهال حافظ على الفيسبوك. من خلال صفحه اون تارجت فارما على الانستجرام. من خلال صفحه اون تارجت سوري نهال حافظ على الانستجرام برضو. أيوة. وممكن من خلال الارقام اللي بتظهر على الشاشه او من خلال الارقام دي عليها واتساب. تمام. ممكن يتواصلوا معانا من خلال واتسابات لو لقوا التليفونات مشغوله. اوكي. شفنا حالات كتير النهارده، شفنا الست الكبيره، شفنا الراجل، كل الاعمار تقريبا، كل الاعمار. عشان اي حد عنده اي عمر احنا بنقول له اون تارجت فارما هتوصلك للوزن اللي انت عاوزه. انا بشكرك جدا والله يا دكتور نهال، بجد شرفتيني ونورتيني، وسعيده ان حضرتك دايما عايزه تلمسي مع الناس الواقع. فاسمحوا لي طبعا اشكر دكتور نهال حافظ خبيره التغذيه العلاجيه، شرفتني ونورتني النهارده. ميرسي لحضرتك. وطبعا بشكر حضراتكم جزيلا، شكرا جزيلا كل متابعيني من خلال شاشه قناه الاهلي، هذه القناه المميزه. تحيه وحب وتقدير لحضراتكم. من هنا الحلقه جديده، اشوفكم على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، و السلام عليكم.